الحال. معنا من بيروت الآن الخبير العسكري والاستراتيجي الياس فرحات. سيد الياس، الحديث عن 100 صاروخ إذن من قبل حزب الله على أكثر من هدف في شمال إسرائيل، أكثر من 60 منطقة دوت فيها صفارات الإنذار، ووصف هذا بأنه الرد الأكبر من نوعه من قبل حزب الله. يعني سيدي الكريم، معظم العمليات التي يقوم بها حزب الله تأتي ردا على هجمات إسرائيلية محددة. في أول من أمس هاجمت إسرائيل في منطقة البقاع في حوش للصفية وقتل 3 من عناصر حزب الله، كما هاجمت في منطقة الشمال على الحدود اللبنانية السورية في فنيدق. وبالليل أمس أيضا حصلت عمليات الاغتيال التي أشار إليها مراسلكم رامز من في بلدة جوية الجنوبية، وأدت إلى استشهاد قائد كبير في حزب الله هو طالب سامي عبد الله ورفاقه. وبالطبع يعني هذه الاغتيالات وهذه الاستهدافات الإسرائيلية في العمق اللبناني وفي منطقة جوية بالضبط، وهي تقع في منطقة عمليات القوات الدولية، دفعت حزب الله ليكون رده نوعيا وكثيفا، وهو اكبر رد منذ بدايه النزاع في اكتوبر. سيد فرحات، الماضي. هل ترى ان اسرائيل تحاول جر حزب الله الى رد كبير كي تبرر ربما هجوما واسعا على لبنان ام لا؟ يعني كنت اقول وساقول الان ان حزب الله رد على الجليل الشرقي والقريب من الجولان، منطقه صفد وبحيره طبريه والمدن والقرى المجاوره لها، برشقه كبيره اكثر من 100 صاروخ، وهي اكبر رد منذ بدايه الحرب حتى الان، لكنه لم يخرق القواعد التي يعني فرضت نفسها في هذا النزاع، وهي عدم توسيع عمق النزاع الى الداخل الاسرائيلي. ربما التحليق الذي حصل فوق حيفا وعكا منذ امس هو نوع من الرساله، كما ان التصدي للطيران الحربي الاسرائيلي بصواريخ مضاده للطائرات واعتراف القوات الاسرائيليه بانها تعرضت لاطلاق صواريخ وعادت الى الداخل الاسرائيلي، كما ان اسقاط مسيرات من صواريخ دفاع جوي بحزب الله كان رساله الى اسرائيل بانه في حال توسع النزاع وحصول معركه شامله فان القوات الجويه الاسرائيليه لن يكون لها سيطره جويه كامله، سيكون هناك قيود على الحركه الجويه الاسرائيليه فوق لبنان غير مسبوقه منذ بدايه الصراع العربي الاسرائيلي. اليوم هذا الرد هو ضمن الضوابط المعينه، واستهدف منطقه يعني لم يستهدفها طبريه منذ 4 أشهر أو 5 أشهر يعني، وصفد ايضا استهدفها مره واحده وهذه هي المره. وكسيد فرحات، حتى يعني مع اغتيال هذا القيادي الكبير كما وصف طالب عبد الله او ابو طالب، حتى مع اغتيال هذا القيادي ترى ان حزب الله ما زال ملتزما بقواعد الشباك او الضوابط؟ صحيح، لا زال مستمر، لان حزب الله على ما صرح الامين العام سيد حسن نصر الله وعدد من قياديه لن يكون البادئ بتوسعة الحرب. لكن الا يشجع هذا اسرائيل على مواصله سياسه الاغتيالات طالما ان حزب الله لن يتجاوز الحدود؟ نعم، هذه سياسه الاغتيالات سيكون مقابلها رد عنيف جدا ضمن المدى المحدد. سيد حسن نصر الله قال بتوسعوا من وسع، أي يعني يربط توسيع الجبهة بإقدام إسرائيل على توسيع الجبهة في لبنان، لكن هذه الاغتيالات والعمليات صياد المقاومين في مناطق لبنانية ليست تصعيدا كبيرا أو توسعة مقصودها هي اجتياح القوات البرية إلى الجنوب اللبناني والوصول إلى الليطاني، كما صرح عن ذلك مرارا وزير الدفاع جالانت ورئيس الأركان هليفي، وكما طالب بذلك موفدون أوروبيون وأمريكيون إلى لبنان بانسحاب حزب الله. يعني التوسعة من حزب الله مرهونة بالتقدم القوات الإسرائيلية أو محاولة التقدم القوات الإسرائيلية نحو الأراضي اللبنانية، وليست في عمليات اغتيال. ربما حزب الله يرد مرة ثانية وبرشقة أخرى لكي يزيد من يعني الرد على إذا سيد فرحات، أنت لا ترى إذا أن جولة التصعيد هذه بين الأمس واليوم أنها لن تصل إلى حد يعني قريب لمواجهة كبرى، هذا لن يحدث برأيك؟ لن يحدث، طبعا لن يحدث، هناك ضوابط عديدة ومعلن عنها يعني وليس. طيب ماذا بعد برأيك الآن ردا على هذه الصواريخ 100 أو أكثر من 100 ربما، هل ترى ردا إسرائيليا أيضا بنفس المستوى؟
يعني الرد الإسرائيلي بات معروفا والتكتيك الإسرائيلي معتمدا، وهو إطلاق يعني جلب معلومات ما أمكن من معلومات بوسائل متعددة تقنية وبشرية، وإرسال طائرات مسيرة واغتيال أشخاص وقيادات من دون التورط باجتياح بري أو بالتقدم بري نحو لبنان. ورد حزب الله سيكون أيضا مزيد من القصف في رشقات صاروخية كبيرة على أهداف إسرائيلية وأهداف عسكرية، وربما نشهد قصفا في النهار أيضا على أهداف أخرى. حتى الآن يعني نحن ضمن هذه الضوابط لا انجرار في حتى في سيد معركة فرحات واسعة أو معركة حتى مع التهديدات الإسرائيلية، وأنت كنت معنا قبل أيام للحديث عن احتمالية شن واجهة كبيرة، حتى مع التهديدات الإسرائيلية التي وصلت بسموتريتش إلى حد التهديد بغزو جنوب لبنان، لا ترى أن عملية الاغتيال هذه لها أكثر، يعني لا تحمل أكثر من معاني مما تتحمل؟ التهديدات الإسرائيلية ليست هجوما، حزب الله ينتظر أن تهاجم إسرائيل لبنان وتوسع من دائرة المعارك حتى يرد. المعركة الشاملة حزب الله لا يبدأها، وإنما يخوضها في حال خاضتها إسرائيل، هذا المعلن حتى الآن. ما جرى حتى الآن ضمن الضوابط، ربما هناك اشتداد في القصف ونوعية السلاح ونوعية الأهداف، لكنه ضمن المدى المعقول لعدم تحول النزاع إلى نزاع شامل في المنطقة. شكرا جزيلا إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي في بيروت.